السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام في قناة English Imbrief اللي إن شاء الله هنتعلم فيها مع بعض اللغة الإنجليزية بطريقة سهلة ومبسطة. معكم مستر محمد، والنهاردة إن شاء الله مع أول فيديو من مجموعة فيديوهات خاصة بالباراجراف، واللي هنقدم فيها في كل مرة باراجراف سهل وبسيط عن موضوع من الموضوعات. ومع كل باراجراف هنسيب لحضراتكم 3 نماذج تانية عن نفس الموضوع، هتلاقوها في وصف الفيديو. وأول باراجراف النهاردة هيكون عن عائلتي، A paragraph about my family. Let's start. Hello, I am Ahmed. Today I'll talk to you about my family. My dad's name is Tariq. He is 55 years old. He is an engineer. He works at the New Cairo capital city. My mother's name is Nadia. She is 47 years old. She is a housewife. She takes care of us. I have 3 sisters and 2 brothers. We are a big family. My elder brother is married and has a little baby. I love him and I love my family so much. طبعا زي ما شفنا مع بعض ان الباراجراف سهل وبسيط، وفي النهاية ارجو تكونوا استفدتم، وما تنسوش تزوروا موقعنا في وصف الفيديو واللي هتلاقوا فيه كل دروس الانجليزية بطريقة سهلة ومبسطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.